بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة متجددة من حصة تحضير لشهادة الأرش يا سعيد. بإذن الله اليوم من المفروض أنها آخر حصة في التحضير. أوكي، يمكن الرجوع لكامل الحصص وبعدها إن شاء الله راح نحدد حصة أخرى راح تكون مخصصة فقط للأسئلة والأجوبة، حتى الناس التي ستعيد مشاهدة الحصص من جديد. بعض الأحيان جي في البال أسئلة أخرى، يمكن إن شاء الله إذا كان بالإمكان نرجع لها الأسئلة في حصة مخصصة لها. اليوم راح نكمل إن شاء الله في حصة فيما يخص الكونتينر. شفنا البارح أنه الكونتينر أصلا هو شبه، هذا هو الكونتينر. أوكي، خذوا بالكم إذا أنت درت كونتينر ويب وعملت هو عملت الكونتينر ويب، هذا من المفروض أنه يستمع على البورت 88 اللي هو شفنا كيفية العثور هذا على هذه المعلومة باستعمال بودمان انسبكت ولا سكوبيو انسبكت إذا كان الإيماج ما هي في اللوكال ماشين. هذا البورت هو اكسسيبل ولا متاح بس في الكونتينر. يعني انت اذا دخلت في الكونتينر داخل وعملت مثلا كير راح تشوف راح تشوف مباشرة الكونتين. خلينا نروح نديروها ب اكزامبل ونرجعوا من تاني لكيفية استعمالها خارج الكونتين. حنديرو بودمان ارم نيم ويب، خلينا نديرو بودمان images عندي بودمان ران ارم نيم ويب. اوكي، وراح نشوف انا هنا راح نجيب اسم الريجستري ولا الايماج اللي راح اشتغل عليه. اوكي، المفروض اني انا هنايا درت غلطة اني ما عملت الماينس اي تي ماينس تي عشان ندخلوا له من جديد بين باتش وهنا دخلت عليه. اوكي، كير لوكال هوست، فهمنا انه البورت هو شوف انه ما عنده بورت، يقول لك انا ما في اصلا ما في اصلا حاجة يسموها ويب هنا، مع انه انا متأكد اني عملت البورت. فيه بورت اللي هو 8080، اذا عملت انا مثلا الان عوض ما نعمل هذه راح ندير انسبكت شفنا البارح انه فيه مكان مخصص لل exposed port ولحد الان هو ما عمل export، لازم انت تقول له يعمل export على هذا البورت. اوكي، كيف تعمل هذا الاكسبوز؟ هذا الاكسبوز راح نجي لهنا يا نعمل
ماينس بي البور اللي عندنا، لان انا عارف باللي البور اللي بيتعامل به هذا الكونتينر هو البورت 8080. اوكي، ندخل على الكيرل حاليا لوكال هوست اوبس شو المشكلة. مو شغال. اوه، غلطة كبيرة. لا، شيء تاني لازم اعمل له ماينس دي، لانه هكذا لما درت انا الباتش عوضت اللي راح يشتغل عليه بشيء ثاني اللي هو البيم باتش، وبهذا اصلا ما اشتغل. اوكي، بعدها يمكن ندخل عليه بودمان اكزاكت وبالبين باتش. الآن يمكن نعمل اليورال كيرل. لا، بودمان كيرل لوكال هوست وشغال معايا الآن. راح نديره استعمال ويب تيست، شوفوا أنه بنعمل موديفيكيشن على أنه من المفروض أنه يحط ال افل اندكس دوتش HTML ويب تيست. اوكي، خلينا نشوف هذا، راح نرجعوا له بالرسم نشوفه شو عملنا بالضبط في هذه الحالة. هنايا نرجعوا هنايا، خلينا نشوف الخطأ اللي سقطت فيه هنا لما عملت ال اوكي الخطأ الأول اللي عملته أنا، أنه من المفروض أنه الإيماج HTTP دي أوكي اللي عندنا لما نعمل عليها ران هي بتقوم بالحاجة اللي كاينة في CMD، معناتها راح تقوم تنفيذ الأمر اللي أعطيناه لها في CMD. هذه CMD تجيبوها من الانسبكت، شوف وش هو وما هو الأمر الذي يتم تنفيذه في حالة تشغيل هذا الكونتينر. أنا المشكل لما ضفت من اي تي وزدت البين باتش، معناتها هذه تخليت عنها، وفي هذه الحالة الويب أصلا ما طلعش. هذه الخطأ اللي قمت فيها أنا، اللي طحت فيه. المفروض أنه حاجة مليحة أن طحنا فيه، واحد يكون عنده فكرة عن السبب. راح نشوف الآن لما طحنا راح هو يعملنا ويب أوكي ويعملنا البورت، لكن البورت هذا إذا شفتوا عملنا بعدين اكزاكت على اكزاكت. شو معناتها؟ معناتها اني اعمل تنفيذ اوامر على كونتينر شغال اوكي، ولا ادخل عليه بالماينس اي تي ولا بالماينس اي تي. انا لما عملت اكزاكت ماينس اي تي معناتها دخلت هنا، وكي دخلت لهنا يعني عملت الكير عادي، غيرت في المحتوى، شفت التغيير. لكن المشكل انه هذا البورت وهذا الكونتين لحد الان اكسسبل الا من هذا الكونتينر. انا الان وش راح حاب؟ راني حاب من المفروض انه هذا البورت يكون اكسسبل
حتى في اللوكال هوست، لانه هذا المفروض هذا راح يكون يعطيني سيرفيسز للناس، للناس يروحوا له من الهوست. هذا هو الهوست. الهوست عنده هنايا نتوركر. وش راح ندير؟ راح نقول للبودمان باستعمال بودمان للكونتينر انه هذا البورت اللي هو البورت نتاع الكونتينر ديفولت بورت اعمل له اكسبوز على الهوست، واختار اي بورت لكن يكون بعد ال 1024، ال 1024 لانها بورتات خاصه بالسيستم. معناتها انا راح ندير بورت من 80 ل 80، خليها نفسها 80 80 لهنا. معناتها الناس عندهم طريقتين، اما يدخل على خلينا نبدلو باش يكون الفرق هنا 80 90، عندك طريقتين انك تصل محتوى هذا السيرفر ويب، اما من الكونتينر اوكي، وهنا تعمل كير على لوكال هوست اوكي بورت، هذه في حاله انك داخل الكونتينر. الحاله الثانيه انك تكون برا من الكونتينر، معناتها انت مستعمل عادي لهذا الهوست. هنايا في هذه الحاله راح تكون هنا تعمل كير، يمكن تعمل لوكال هوست اوكي لوكال هوست في الماشين لوكال هوست حظوا بالكم الان لازم تعمل هذا البورت، مش هذا، هذا خاص بس بالكونتينر. اذا الان حاب تعمل اكسس عليه من برا لازم تاخذ الان كير على الاي بي ادرس بتاع الهوست والبورت اوكي. هذه ثلاث طرق اللي يمكن انك تعمل بها اكسس على، راح نشوفوها الان. احنا عندنا بنفس الشيء نديرو اكزامبل نعملو اكزاكت بي بودمان بي اس، عندي هذا عندنا بودمان ستوب ويب راح لانه عامل انا يا الارام اوكي. نرجع لهنا خليه ما يزدي، لكن راح نقول له اكسبوز الديفولت بورت اللي داخل للبورت اللي برا اوكي. معناتها هذا يكون شغال داخل البورت وهذا يكون خارج الكونتينر اوكي. راح نديرو بودمان ندخلو للكونتينر هنا اوكي، ندخلو للكونتينر exact id web بالبين batch اوكي. اذا عملت كير هذا الاستعمال الاول اللي شفناه، لازم ندير كونتين. خذوا بالكم الكونتين الاول بمجرد اني عملت ريستارت للبودمان ستوب راح كل شيء، راح نتطرقوا لها من بعد كيف نحلوا هذه المشكلة. student ولا خلينا نديروا مثلا rshs على www.html index html وندير curl localhost. إذا درت 90 ما يعرفها أصلا. راح نشوفه الآن من الهوست، نروحوا هنا ونديروا أكسس لل من الهوست. حذاري من الهوست، أنا راني في فيرتوال ماشين، معناتها لازم نكون برا هنايا. فمن الهوست كير
لوكال هوست اس خلينا نشوفه وين يشوفه اساس تيرب ما شافه نرى في اللوكال هوست حنشوفوه من برا هذا دائما في اللوكال هوست اوكي دائما في اللوكال هوست خلينا نشوفوه من برا احسن من برا معناتها هنا يعني. شو الاي بي ادرس نتاعنا هو هذا نروح نشوفوه مباشرة كير ايش مش شغال عملنا له بورت هذا البورت كتر عندك صح عندك الصح قلبتها قلبتها شكرا أحمد already exist for the man yes minus I for the man stop web الآن المفروض أنها تشتغل هاي اشتغلت ما تنسوا أنه عملنا ال ريكو أحمد هو أعطانا نبهنا للخطأ index html cur local host إذا جيت هنايا راح يكون نفس الشيء وهنايا اللي شفناها أنه عندك هنايا أنا في الـ حاليا هنا في الكونتينر هنا هنايا في نفسها في الكونت في الهوست بتاع الكونتينر اوكي هو اكسسبل ولا من خارج الـ الهوست اللي فيه الكونتينر مباشرة بالاي بي ادرس بتاع الكونتينر هل فيه اسئلة بالنسبة لهذا اوكي تفهمنا على هذه ما شفنا الحالتين اللي شفناهم البورت هنا عملنا بورت على 80 80 90 اعطيناها 80 80 على وهنايا يمكن الآن التعامل معه على بطريقة أنه يمكن يكون مباشرة accessible من خارج الكونتينر وحتى من خارج الهوست اللي عاملين عليه الكونتينر شفنا أنه عندنا مشكل هنا خلينا نشوف كله هذا نفسه أوكي لكن عندنا مشكل المشكل الكبير اللي عندنا انه ستوريج حاليا جاي في الكونتينر هنا عندنا سلاش بار سلاش دبليو 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 سلاش اش تي اوكي معناتها هذا داخل في الكونتينر اي موديفيكيشن تندار على الكونتينر لها علاقة بحياة هذا الكونتينر اذا كان الكونتينر
شغال، اي موديفيكيشن دينها هي شغاله، راح الكونتينر راح كل شيء. فمن الافضل ان هذا ستوريج نفس الشيء عندنا الماب هنا في البورت، راح نديره نفس الشيء الان الماب، لكن على مثلا نحطوه في الويب، حطوه في الويب عندي في سلاش هوم سلاش اراش سياس. اوكي، هذا الويب معناتها واحد اللي يحط الكونتين في هذا الديركتوري، معناتها هو يحط في الكونتين مباشرة في الكونتينر. إذا الكونتينر لا قدر الله عملت له ستوب وعملت ستار جديد لأي كونتينر حتى باسم آخر، راح يعمل مباشرة هذا الربط، لازم تتربطه وياخذ الكونتين من جديد. خلينا نروح نشوفوا هذا بالاكزامبل. اوكي، ما عملت الشير، سامحوني، ما راح نديرو اكزيت بودمان ستوب ويب، وراح نحضره. التحضير خذوا بالكم لانه في اس يونيكس التحضير هنا لازم يكون بطريقة كيف يكون التحضير، لازم تتأكد انه الناس عندهم اكسس لهذا هاي مثلا ام كادير ويب. اوكي، بي دبليو دي، انا في الهوم ارى سياسة. اوكي، شيء ثاني لازم تتأكد من الاكسس للويب، كم الناس عندهم اكسس، ما عندي مشكلة فيه. اوكي، شيء ثالث لما تعمل الران راح تزيد مور البي، هذه العلاقة بين البورت اللي في الكونتينر والبورت اللي في الكونتينر والبورت اللي في الهوست. الآن راح نشوفه ماينس في نفس الشيء هوم الآن ار اس سي اس مع سلاش فار سلاش دبليو دبليو سلاش اتش تي ام ال، وتزيدوا زي كبير علاش ياخذه اس لينكس بعين الاعتبار، ياخذه اس لينكس بعين الاعتبار. اوكي، هنايا الان اذا عملت كير، انا عارفين انه هذا لوكال هوست 80 90، راح تشوفوا انه ما فيه كونتين. راح نديروا كونتين فين، هذا الكونتين راح نديروه في الهوست، هذا احنا حاليا في الهوست مش في الكونتينر. ويب اوكي، ويب index.html مباشرة. اوكي، ويب اوكي، زيد اذا حبيت نزيد موديفيكيشن ثاني راح نشوفه، ندخله للكونتينر بودمان اي تي اوكي ويب على البين باتش، نعملو ls على سلاش var ولا مباشرة كات كات سلاش var HTML، راح تشوفوا انه هذا راهو في الكونتينر. اصلا انا ما دخلت على الكونتينر، الموديفيكيشن درتها في الهوست اللي عليه الكونتينر. في هذه الحاله اذا عملت انا يا بودمان ستوب ويب اوكي بودمان، تاكد انه ما في هذا بودمان
بيس ماينس اي، راح نديروها من جديد وراح نغيروا اصلا الاسم. مثلا هنا راح نديروه على على 90 90. شيء ثاني اسمه اباتشي، شيء ثاني. اوكي، عملوا كار كيرل على لوكال هوست 90 90، وهذا كونتينر ثاني اصلا. اوكي، وهذه طريقه كثير مليحه، لانه مثلا اعطيكم مثال في الديفوبس، الناس اللي تشتغل على التاست من المفروض هي كونتينر وحده، اللي يشتغل على البرود هو كونتينر وحده، اللي يشتغل على الكواليتي كونتينر وحده. وفي هذه الحاله يمكن انك تستعمل الداتا الحقيقيه حتى في التاست. اوكي، تعمل بس كوبي وتربطها مع الكونتينر وتشتغل عليه. وفي هذه الحاله عندكم كونتينر حالي يتمشى بكل، يمكن التحكم فيه مباشره. الكونتينر عند الكونتينر عندكم اللي هنا. اوكي، هل في اسئله في هذه؟ في ثاني، في شيء ثاني. اوكي، لما تحدثوا على الكونتينر، بعض الاحيان في كونتينر لازم تعطيهم بارامتر. نعطيكم مثال، الاكثر استعمالا هو ماي اس كيو ال مثلا، ولا ماريا دي بي. هذه الاشياء لازم تشوفها انت في بالانسبكت. اذا عملنا بودمان، من المفروض اني حضرت، هي عندي عندي انسبكت. اوكي، هذا كرييشن. اكثر اهميه انا عندي هنا هو البارامتر الخاصه بال، شوف هو البورت اكسبوز. اوكي، هادو خاصه بها. وبعدين عندك انا يتحدثوا لك على الاستعمالات تاعها. شوف يوزاج بودمان ماي اس كيو ال، لازم هذه اذا ما اعطيتهش انت البارامتر راح هو ياخذ يوزر الباسورد اسمه باسورد والماك ويعملها اكسبوز مباشره على البورت. اوكي، هذه واحد لما يحب يعملها، مثلا اذا حبيت انا نستعملها، كيف نستعملها؟ نستعملها بهذه الطريقه. مجرد استعمال هذه انك تعرف لازم تعمل ضيف بارامتر ماينس اي، ضيف بارامتر. هذا البارامتر تشتغل عليهم تشتغل عليهم باش تشوف ولا تمرر بارامتر اللي انت تحب تستخدمه. مثلا اسم الداتابيز، راح يتم اعطاء اسم الداتابيز في لحظة تشغيل الكونتينر. وهنا في مثلا هو الدي بي، ويعمل كرييشن على اليوزر وعلى الباسورد على كل شيء مباشرة باستعمال هذه الكوماند. معناتها انت من المفروض انك لما تجي تعمل سكيشن، راح نشوفه مثلا هنا. اوكي، ما هو شو راح اعمل؟ نجيب ال نسميها مثلا هنا اروشياسا ماي بايس WD، واليوزرز نسميه اوكي. وهنا عملت ماينس دي، راح يكون شغال في ال... اوكي، وتدخل بودمان بي اس، راح تكون عندك اثنين من، تشوفوا انه هذا عامل
خليناه بنفس الشيء، ويمكن تدخل عليه بودمان اكزاكس. خذوا بالكم اعطاه اسم بتاعه هو، لانه انا ما اعطيته، ولا تعطيه الاي دي، واحده من زوج اي تي. اوكي اعملوا بين باتش فالس اكزاك. اوكي وهنا يمكن تعملوا ماي اس كيو ال ماينس اي يو اليوزر هو ماينس بي ماي بي دبليو هنا فيها استعمالات بس الماي اس كيو ال، مش متذكر كيف استعمل الماي اس كيو ال بالضبط، لكن انت عندك حاليا داتابيز اصلا شفتها فيها اليوزرز اللي يمكن تستعمله عادي باستعمال بودمان بي ستوب بي اس ستوب D5 RAM D5 تلو كذلك stop على Apache Podman PS-A. هذه طريقة نشوفوا. آخر شيء بالنسبة للكونتينر هو كيف، لأنه مفروض أن هذا الكونتينر مثلا Apache عشان واحد يتعامل معاه لازم كل مرة تحب تشغل هذا الكونتينر تكتب كامل هذه الحكاية. أوكي من المفروض أن هذا سيرفيس ترجعوه سيرفيس أحسن وتتعامل معاه بالسيستم دي. أوكي بالسيستم دي في هذه الحالة راح يكون عندك طريقة في البودمان، يعطيك طريقة اللي تخليك هذا ترجعه اسم سيرفيس، وبمجرد انك تعمل سيستم ستيال سيستم ستيال اسم السيرفيس راح تعمل له ستارت ستوب عادي ريستارت عادي. الشيء الاول اللي لازم تتأكد منه انه لازم عرفنا باللي بودمان يسمح لأي يوزر بخلاف الروت أنه يستعمل الكونتينر. أوكي وهنا راح نشوفوا حاجة أخرى بلوجين ستيار عملوا شو يوزر مثلا RCS وراح تتأكد انه عندك هذه لينجر يس، بس يمكن انك تستعمل السيستم دي مع اليوزر. اوكي تستعملها مع اليوزر في هذه الحاله مش لازم تعمل هذا يسموها لينجر، اعمل لينجر انيبل على الار سي اس عملنا شو يس. اوكي هذا البارامتر الاول. اوكي الشيء الثاني الان باش نعمله باش يكون عندك هذاك السيستم شغال واش راح نديرو. اعطيناه الان اليوزر لازم يكون عنده ديركتوري minespace.config، اذا ما كانش لازم كونتينر هي عندك انت مباشرة. اوكي اذا ما كانش لازم تعمل له كرييشن، اذا ما كانش لازم تعمل له كرييشن. اوكي في هذه الحالة الشيء الثاني هذا اذا حبيت يكون عندك تحط عليه موديفيك كونفيجريشن لهنا تحطها في هذا معناتها
نعطيكم مثال كيف تدخل على الريجستري. لازم يكون كل مرة أنك تخرج من السيشن وتدخل من جديد لازم تعمل لوجين، بس يكون اللوجين مباشرة مجرد أنك تدخل على السيشن لازم يكون عندك فايل يسموه ريجستري دوت كوم في هنا، يعني اللي تحط فيه الريجستري اللي تستعملهم وكل شيء. أوكي، الآن راح ندير شيء ثاني، أنه نقوم بال Apache run نشغله أصلا الكونتينر تاعنا. أول شيء أنك تشغل الكونتينر وتأكد أنه شغال، هذه الستيب الأول ولا المرحلة الأولى. بودمان بيس هو شغال. أوكي، الآن وش لازم؟ السيستم دي مشهور أنه أي سيرفيس لازم تحب تعمل له كونفيجريشن بالسيستم دي لازم يكون عنده كونفيجريشن فايل. هذا الكونفيجريشن فايل لازم أنت توجده، عشان توجده لازم يكون نفس الشيء في الدوت كونف. أوكي، لكن شوف يكون عندك من المفروض سيستم دي، تأكد أن عندك سيستم دي. أنا حاليا ما عندي، لازم سيستم دي يوزر. أوكي، هذا ما عندي، أنه سيستم دي أصلا مهم في سيستم دي أصلا ما عندي. أوكي، هذا الأولى. ندخل الآن عليه. أوكي، ونعمل creation automatic. هذه creation يديرها بودمان حاليا، ما كان حتى فايل هنايا، لكن الفايل راح يعمله هو، تعطيه اسم مثلا بودمان. أوكي، generate system day، تعطيه اسم السيرفيس، إذا نحب نسميه أباتشي مباشرة. واحد يشوفك يسحبك عندك أباتشي في السيستم ماي، وتعطيه الفايل نيو، لأنه احنا في حالة نيو كرييشن. أوبس، بودمان Apache. Oops. ls cat container. How a container. هذا الكونتينر اللي راح تستعمله هو stop star podman apache. ما يمكن تستعمله عادي الآن، وتقوم ب، إذا عملت أنا بودمان مثلا الآن بودمان ستوب ماي أباتشي. أوكي، بودمان بي اس ماينس اي، ما في شيء. سيستم سيتيال لازم تعمل يوزر، لأنك يوزر انيبل مثلا ولا ستارت، ما نحبش ندير له بات ستارت، ما نديرش انيبل مثلا. شو سماه لنا؟ كونتينر اباتشي. اوكي، كونتينر اباتشي. عندنا مشكل فيه. For the man, PS minus R. المشكلة اللي عندي أني اشتغلت عليه بالماينس R، هو المشكلة اللي عندي. شفتوا المشكلة اللي عندي؟ راح أعمل شيء أرام
سيستم كونتينر، عملوا اباتشي من جديد من غير الآرام، انه هذا مجرد ستوب راح يعمل له، عملوا جينيريت للفايل بودمان بي اس شغال معنا بودمان جينيريت نيم سيستم دي نيم اباتشي file will be create شاف ليش ما حب يعملنا نيو نقبلها generate okay خلينا نديرها مباشرة من غير الفايل بودمان ادرس بودمان ستوب باتشي سيستم CTL System CTL User Start Container Container شوف اسم السيرفيس مش أعطاكم سيرفيس اسمه كريبشن اوكي ستيال يوزر start او ديجا هو عملنا يوزر نسينا الريلود دايما الريلود
نعملوا دياجنوستيك او انتري. أصلا عملنا ستوب نو ستوب أباتشي نتأكد الآن أنه مش كنا يعمل له ستارت. نجي هنايا على الثاني بودمان بيس نايس اي اكزيت نعم شيفز نعم شيفز ارام بودمان ام باتشي بس ماكس اي هذا اب اوطع بس لكن يبقى فيه دائما مشكل، هو لو شغال لكن فيه مشكل مش شغال بالطريقة الصحيحة. 90 90 شغال لكن مش بالطريقة الصحيحة. بودمان ستوب اباتشي ارام اباتشي في بعدين ما عملوش ران عملو كرييت بودمان بي اس اي كرييت او تريننج كرييت. بودمان امبوسيبل generate اليوم المفروض أنه فيها new system d generate flag container or pod ما container. okay generate new file name Apache. كان عندي من المفروض احتمال كبير كان عندي مشكل في الأرض. عندك الصح أحمد. كات كونتينر أوكي سيستم ستير متأكد لوجين
share user. Arrow CSR. Linker yes. System CTL. User. Diamond you rule out. System CTL. User. List units 5 container enabled. It's already enabled. System CTL users status container. It's okay, it's enabled. I'm going to start. Status شغال معانا الآن. PS على كير شغال الآن. اوكي خلينا نعاود بس ال اوكي نيو هي تعمل لك فايل جديد احمد. اوكي نيو تعمل فايل جديد على السيستم سيتي هي اللي تعمل لك الكرييشن تاع الفايل مباشره. اوكي يمكن انك هذاك الفايل هذا الفايل يمكن ان واحد يعمل له كرييشن مانيوالي هذا لانه ما فيش حاجه كبيره شوفها لكن في اشياء لازم تكون تعرفها مثلا البي دي غير شيء اخر كل شيء سهل يمكن تعملها كرييشن مباشره وهذه اوتو جنريتد باي بودمان. راح نشوفوا الثانيه خلونا نشوفوا احسن انا المشكل اللي عندي اني كنت اعمل عليه ران. اوكي هي من المفروض تعمل كرييشن فقط تعمل كرييشن على بعدين السيستم دي هو اللي يعمل عليه الران. اوكي الاولى هي نعمل كرييشن اوكي بعدين تعمل جينيريت فايل وبعدين تروح على سيستم CTR ريلود تتاكد انه لينجر يس وبعدين تعمل status تشوفوا انا هنا تأكدت انه الكونتينر سيرفيس دخل على السيستم وبعدين عملت له start وstatus عشان تأكد منه. اوكي هذا الان حتى لو انت رحت عملت ريبوت على السيستم. اوكي راح ندير له ريبوت مباشرة راحت لي عادي انه راحت انا فقط يجي كده انا من الفيرتيوال ماشين انها طلعت ما فيها مشاكل اوكي دخلت عليها راح ندير بي اس ماينس اي كرييت اوكي انا ما كنت داعي اعمل ذلك سيستم سي تي ال يوزر status container okay start I'm look curve ah
عندي غلطة في المخ، وهي شغال عادي، وهو شغال عادي، وهذا حاليا اللي يشوفوا أنك تتعامل مع، يمكن أنت تكون عندك هالسيرفيس ويب، يكون عندك داتابيز، يكون عندك 2 من نفس سيرفيس ويب اللي هما أصلا الفيرجن أول من أبليكيشن ويب، وهذا الفيرجن الثاني، ولا تكون عندك التاست والبرودكشن نفس في نفس ال في نفس الهوست، ما عندك مشكلة لأنه كل واحد والكونتينر تاعه، كل واحد والداتا تاعه، وهذه الحالة اللي تخليك تستخدم بصفة عادية هذا الكونتينر باستعمال السيستم دي، مش باستعمال الران تايم، مش باستعمال الران تايم. هل في أسئلة بالنسبة لهذا؟ هل في أسئلة بالنسبة لكيفية التعامل مع السيستم دي؟ ونروح نعاود ونرجع ونديره ريكاب صغير. فين هي؟ احنا نعاودو من جديد، نشوفوا الشيء اللي تعلمناهم اليوم وبصفة عامة عندكم الهوست تعمل عليه ران على كونتينر. اوكي، هذا كونتينر عنده اذا كان يعمل اكسبوجيس يطرح سيرفيس على بورت، يكون عنده البورت الخاص بالكونتينر، ويكون هذا البورت اكسسيبل اونلي في الكونتينر. لازم تدخل على الكونتينر باش تشوف هذاك السيرفيس. اذا حبيت انه هذا السيرفيس يكون اكسسيبل من خارج الكونتينر، لازم تعمل مابينج بين البورت على الكونتينر والبورت على الهوست. اوكي، باستعمال ماينس بي هوست بور، زيدها بورت كونتينر. اذا حبيت انه الداتا اللي تستعملها هنايا مثلا لازم تكون بيرسيستنت، معناتها حتى وكان تشغل الكونتينر من جديد ما في مشكل، لازم نفس الشيء حتى هي تربطها بفايل مثلا نسميه كذلك هنا داتا هوست، ونربطها هنايا مع الفايل، وهذه نعملوها بالماينس في هوست داتا هوست تو بوينت داتا بدون ما تنساو زد. خذوا بالكم من هذا، انها مهمة كتير. اوكي، بعد ما استعملت الران مثلا وتأكدت انه شغال عاديا، حبيت انه ما تستعمل بودمان للتعامل مع هذا السيرفيس، حبيت تغيره بسيستم سيتيال، معناتها يتحكم فيه السيستم مباشرة. هذه الحالة عندك مراحل. المرحلة الأولى أنه تتأكد أن اللينجر يقال يس. أوكي، هذه نتأكد بها من لوجين CTL show user واسم اليوزر. إذا حبيت، إذا ما كان عندك لازم تغير هذه ب enable linger واليوزر. الشيء الثاني تعمل creation لل بودمان create وتعطيه الاسم اللي حبيته. الاسم يكون هنا مهم لانك راح تستخدمه من بعد. اوكي، بعد هذه وش لازم؟ لازم تعمل جنريت لل سيستم دي فايل، لازم يكون في سلاش هوم
users dot config systemd user مباشرة. تدخل هنا إذا ما كان عندك هذا ال ريبورت وهذا الفولدر تعمل عليه كرييشن وتجيب اوكي. هذا فيما يخص بعدها تجي مرحلة انشاء هذا الفايل بالنسبة للسيستم دي نستعمله فيها هنايا نستعمله فيها بودمان جينيريت سيستم دي اوكي سيستم دي فايل غادي يجيب لنا الفايل نيم واسم الكونتينر. كي تكمل من الكونتينر لازم تعمل سيستم ستيال تأكد انك تستعمل يوزر. اذا حبيت انها تكون مع السيستم لازم تستخدم روت يوزر، لكن من الافضل انه يكون يوزر اوكي. دايما ريلود وبعد هذه تجي التست مباشرة ليكون بالسيستم ctl user دايما start container بس يعطيه اسم دوت مثلا هذا الاسم اللي حطيناه هنا من حالتنا اباتشي وتتأكد بعدها بالستيتس اوكي. تأكد بعدها بالستيتس هذا الطريقة ولا المراحل اللي تمر بهم باش تحول استخدام الكونتينر من بودمان للسيستم ستيا من بودمان للسيستم ستيا. هل في أسئلة بالنسبة لهذه النقطة؟ إذا ما في أسئلة بارك الله فيكم على المتابعة وإن شاء الله تكونوا موافقين في التحضير أكثر للشهادة، لأن حكينا أنه هذه مجرد رحنا على الـ objectives وبدينا نحكيه عليهم، أعطيتكم لمحة في كل objective لتخليكم إن شاء الله إذا حبيتوا تحضروا تحضروها بطريقة صحيحة، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.